وينضم إلينا من رام الله ضياء حوشية مراسل غد. إذن ضياء، هل تأكد بأن إسرائيل أبلغت السلطة الفلسطينية رسميا بأنها لن تسمح بإقامة الانتخابات في القدس؟ يبقى فعليا إسرائيل حتى الآن لم تبلغ السلطة الفلسطينية أي شيء من هذا القبيل، سوى أنها تلتزم الصمت فيما يتعلق إذا كانت ستسمح أم لم تسمح من بإجراء الانتخابات في مدينة القدس. ولكن حسب مصادر قبل قليل وصلتنا، وهي مصادر خاصة لنا تحديدا، أشارت بأن السلطة الفلسطينية بدأت بإبلاغ أطراف إقليمية وأيضا عربية بأنها ستؤجل الانتخابات، وسيكون الإعلان الرسمي على وجه التحديد يوم الخميس القادم وعند ساعات المساء على وجه التحديد، خصوصا بأن الجميع، رئيس الوزراء الفلسطيني كان أكد بأن هناك اجتماعا ستعقده القيادة الفلسطينية ومناء معامل الفصائل سيعقد يوم الخميس لبحث تداعيات هذا الإعلان أو لربما عدم السماح سماح إسرائيل وعدم إعطائها رد واضح إن كانت ستسمح بإجراء الانتخابات. الدعاية الانتخابية ستبدأ في 30 من هذا الشهر، والقيادة الفلسطينية يتوجب عليها إعلان موقف واضح قبيل الدعاية الانتخابية، بمعنى أن القرار سيصدر خلال أقل من 48 ساعة، قرار التأجيل من عدم. ولكن كل الأمور تسير باتجاه التأجيل وكل التصريحات أيضا ردود الأفعال والمصادر الخاصة تقول بأن السلطة الفلسطينية ستذهب إلى التأجيل. رد فعل الفصائل على هذا التوجه من قبل السلطة الفلسطينية تأجيل الانتخابات. نعم هبة، فعليا بعض رؤساء القوائم الانتخابية المرشحة لانتخابات المجلس التشريعي كانت عبرت عن استيائها وأعلنت رفضها القاطع والمطلق لتأجيل أي انتخابات. رئيس قائمة وطن وهو دكتور حسن خريشة وكان يرأس الرئاسة الثانية للمجلس التشريعي، نائب رئيس المجلس التشريعي، تحدث سابقا طبعا، تحدث بأن ما يحدث هو أن بعض الأفراد يعني المتنفذين حسب قوله يحاولون تأجيل الانتخابات وهذا أمر مرفوض. عدد كبير أيضا من الفصائل الفلسطينية ترفض، كحركة حماس، الجبهة الديمقراطية، الجبهة الشعبية وغيرها من الفصائل ترفض رفضا قاطعا أن تؤجل هذه الانتخابات، وقالوا بأنهم على السلطة الفلسطينية أو من يتخذ القرار في السلطة الفلسطينية وهو الرئيس الفلسطيني بأن يحول هذه الانتخابات لساحة اشتباكات في مدينة القدس، كما حصل مع الشبان الفلسطينيين عندما أجبروا شرطة الاحتلال بسحب الحواجز العسكرية الإسرائيلية. لذلك هم يريدون بأن تكون القدس ساحة معركة تجبر إسرائيل على القبول والرضوخ للقرار الفلسطيني بإجراء الانتخابات. لكن من الجانب آخر، السلطة الفلسطينية وعدد من المسؤولين المقربين من الرئيس الفلسطيني يؤكدون أن الانتخابات لن تجري على الإطلاق. واستمعنا أيضا إلى تصريحات اللجنة المركزية يوم أمس عندما قالت بأن الانتخابات لن تكون دون القدس ترشحا واقتراعا في المدينة المقدسة، وما دون ذلك هو تطبيق لما وصفوه طبعا لأنها ترتبط بشكل أو بآخر، يعني هناك ربط ما بين الانتخابات وما بين الموافقة الإسرائيلية، وهو يعني بأنها هذه الموافقة لن يتم الحصول عليها وبالتالي هذه الانتخابات لن تعقد مطلقا. إذا ضياء، هل هناك من يتعمد بالفعل وضع العقدة في المنشار؟ وهناك بعض المراقبين يقولون بأنه القدس ربما حجة لعدم إجراء الانتخابات بشكل مطلق. هبة، فعليا هذا ما يبرره الكثير من القوائم والكثير من السياسيين وحتى الشخصيات الفلسطينية السياسية تبرر ذلك وتقول بأن السلطة الفلسطينية تحاول إيجاد شماعة لتأجيل هذه الانتخابات، خصوصا بأننا نتحدث عن تشرذم في حركة فتح، ثلاثة قوائم تتنافس، استطلاعات الرأي ليست في صالح الرئيس الفلسطيني وليست أيضا في صالح حركة فتح والقائمة الرسمية التابعة للرئيس الفلسطيني. لن يكون هناك لربما تصويت كبير جدا لدى تلك القائمة الرسمية، بل سيكون هناك تشتيت للأصوات وحصول قوائم أخرى على أصوات قد تمكنها من يعني الحصول على أغلبية. وهذا طبعا حسب قول بعض المراقبين بأن حماس لربما قد تستفيد من هذا التشرذم وهذه الحالة. لذلك هناك من يتهم الرئيس الفلسطيني بأنه يحاول قلب الأمور والتذرع بأن القدس هي المشكلة وأن إسرائيل لم تعطي خبرا وأن الانتخابات لن تجرى دون القدس المحتلة.
لكن وجهة النظر الأخرى تقول بأننا لن نجري الانتخابات إذا ما لم توافق إسرائيل على إجرائها في مدينة القدس على وجه التحديد، لأن ذلك يشرعن من الاستيطان ويشرعن المقولة بأن القدس عاصمة لإسرائيل التي طبعا أقرها دونالد ترامب فيما سبق. والتأجيل يضمن استمرار السلطة الفلسطينية لأكبر فترة ممكنة، ضياء أيضا في الحكم، ولكن هذه الخطوة هناك من يرى بأنها ستأتي بمردود عكسي على السلطة الفلسطينية، خاصة مع اشتعال الشارع الفلسطيني المشتعل أساسا والرفض لهذا التأجيل أيضا، كيف سيكون تأثيرها على النخب السياسية ومستقبل الشراكة بين فتح وحماس؟ يعني فعليا هبة استمعنا أو شاهدنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه إذا تم تأجيل الانتخابات فإنها لا يوجد شرعية لأحد، ابتداء من الرئيس وانتهاء بأي فرد يعني يحكم في السلطة الفلسطينية، لأن الانتخابات هي تجديد للشرعية وتجديد للديمقراطية والحياة الديمقراطية، لذلك لا وجود لأي شرعية. هذه الأصوات استمعنا لها من نشطاء، من رؤساء كتل يعني ترشحت للمجلس التشريعي الفلسطيني. لربما يعني حالة التشرذم هي من تدفع لتأجيل هذه الانتخابات على وجه التحديد، تحت ذريعة حسب قول المراقبين هنا تحت ذريعة القدس لن تجرى فيها الانتخابات طالما إسرائيل يعني رفضت ذلك. ولكن بطبيعة الحال هناك رأي آخر يقول بأن لماذا يتم الارتهان لاتفاق أوسلو إذا إسرائيل لم تلتزم باتفاق أوسلو الذي نص على إجراء الانتخابات، وهذا اتفاق عقد بين منظمة التحرير الفلسطينية وبين إسرائيل بأن الانتخابات يجب أن تجري وفق اتفاق أوسلو في مدينة القدس الشرقية. إذا لم توافق إسرائيل فأن اتفاق أوسلو كان لم يكن، ولذلك هناك من يطالب أيضا بأن تتخذ السلطة الفلسطينية ردا كاملا موازي بأن تقطع كل الاتصالات بما فيها التنسيق الأمني يعني العلاقات الاقتصادية والسياسية مع إسرائيل إذا فعليا نفذت خطواتها بمنع الانتخابات في مدينة القدس المحتلة. ولكن حتى الآن أستطيع التأكيد بأن إسرائيل لم يصدر عنها ولم يتسلم أي شخص في السلطة الفلسطينية ردا إسرائيليا أن إسرائيل رفضت إجراء الانتخابات أو منعت يعني إجراء الانتخابات في مدينة القدس. إسرائيل حتى هذه اللحظة تلتزم الصمت بشكل كامل، كما حدث أيضا في انتخابات سابقة حينما إسرائيل التزمت الصمت والسلطة الفلسطينية كانت قررت. ولكن الموضوع الأهم هو النية الفلسطينية لتأجيل الانتخابات. السلطة بعثت برسائل إلى جمهورية مصر العربية وبعثت رسائل إلى عدد من دول الاتحاد الأوروبي وأطراف إقليمية ودولية بأنها ستؤجل الانتخابات نتيجة أن إسرائيل ترفض السماح لنا بإجرائها في مدينة القدس. أشكرك شكرا جزيلا من رام الله ضياء حوشية مراسل الغد.